يوسف الفلالي، جينا عندك اليوم المحل ديالك غني عن التعريف في مدينة سطات. مرحبا، مرحبا بك معنا في مجلة 24. مرحبا بكم ومرحبا بمجلة 24، وكنتمنى نكون خفيف الضل على الجمهور الكريم. تبارك الله عليك. بغيناك تعطينا الرأي ديالك في القرار ديال الحكومة اللي اتخذته مؤخرا بخصوص الحفلات والأعراس. الحمد لله كان قرار صائب. بهذا القرار اللي قال سيدنا الله ينصره، زعما كاع جميع الناس اللي مشتغلين في هذا القطاع ديال الحفلات استقبلوا هذا القرار بالفرحه والبهجه، ويلا تقريبا رجعت الروح ورجع الحيويه وكل شيء نشاط وكل شيء، والله عاش سيدنا والله ينصر. كانت اضرار كبيره في بطبيعه الحال، بطبيعه الحال تقريبا راه سنه ونصف ما يزيد عليها بنادم تضرر بزاف، كاين اللي باع الحوايج ديالو، كاين اللي شيكات، كاين اللي بزاف د الحوايج، الله يكون في العون. ودابا الحمد لله كنتمناو نرجعوا واخا ولو شي حاجه بسيطه من داكشي اللي ضاع علينا ان شاء الله. سي يوسف، تعودنا عليك ديما كتجيب الجديد في المحل ديالك، واش جبتي شي حاجه جديده للعام؟ وبطبيعه الحال، بطبيعه الحال حنا الحمد لله كل عام كنبدلوا. دابا راه جبنا شي موديلات هما كتشوي فيهم، كاين هذا الموديل، كاين هذا الموديل، كاين هذا الموديل، اخر ما كاين دابا في السوق. ودابا الحمد لله ديما جوج سيريات ثلاثه كنبيعوهم في العام، وكنجيو عاوتاني جوج سيريات ثلاثه وغاديين بحال الموقت. هادو هما الاستعدادات ديالكم للصيف. ودابا يلا ملي سمعنا بعدا القرار ديال سيدنا الله ينصرو، جينا بعدا قادين المحل وجدنا حطينا داكشي الجديد اللي عندنا. والبارح والله الا البارح الحمد لله كان الاستقبال ديال الكليان ديالنا، كلشي جاب داك الريزي، جا بطبيعه الحال كاع الكليان ديالنا جاو وبداو كيريزيرفيو للشهر 7 وشهر 8 وكل هاد الايامات كاع، وحمدنا الله وشكرناه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يوسف الفلالي، شكرا لك الاستقبال. بارك الله فيك، بارك الله فيك. كلمه اخيره للجمهور ديالك. كنبغي نبارك بعد الجميع الاخوان ديال قطاع الحفلات على هذا الخبر الزوين واللي قال سيدنا الله ينصرو، وكنتمنى الحمد لله ندار كل موقف هذا الشيء اللي داز، هو هذا الشيء كاع هذا الشيء الاكتئابات وهذا الشيء اللي دوزنا في هذه السنه ونصف، ترجع الحيويه والنشاط عاود ثاني وكل شيء ديال الله، وما كاين عاود دردك زيد دردك. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم، تبارك الله عليكم، الله يحفظك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تديروا جيم.